بسم الله الرحمن الرحيم. لاراس اونفو كنتواجدوا بمنطقة جنان بيضاوة. هاد المنطقة اللي كنا سبقنا دوزنا ليلها كانت كوقعت فيها يعني في الفيايم شتا، دخل المال الساكن هنايا في البرارك اللي باقا كتعاني من اللي كتعاني من الاقصاء واللي زالت مستفدات شي يعني الدور الصفيح الاقدم حي في مدينه العرائش اللي هو حي جنان بيضاوة. اليوم كنوقفوا على واحد العمليه اللي وقعت ديال التماس كهربائي لهذا صاحب البراكه اللي كيعيش في الدار الاسبانيه لولا تدخل الساكنه ديال الحي يعني اللي طفاو العافيه، ولكن ما يعني طفاوها بعد تاخر انها كان وقعت التماس كهربائي وقعت العافيه في يعني في الاتد المنزل ديالو. يعني كما نقولوا هذه الرساله كتوجه للسلطات المحليه والمجلس المنتخب ان هذا الحي هذا خصو يتفاعلوا في الاجراءات ديالو. لان يعني جاو احياء مور جنان بيضاوة وتعطات لهم وتحيد الدور الصفيح كما قلنا المره الاخرى كانت وقع الفيضان ديال ديك الشتاوات اللي دخلوا لنا الناس، ولدابا ها فاجعه اخرى اللي كتقام لان السيده دابا لا كاينش في اوروبا. يعني مسكين ما يجي يلقى الاتد المنزل ديالو كامل، حفظ الله ان ما كان حتى شي واحد ساكن في هذه الدار هذه اللي وقعت شي عافيه طاح فيها يعني طاح فيها الارواح. عاود كنتمناو من السلطات المحليه انها تفاعل مع هذا الحي هذا الحي المهمش اللي باقي ما استفدتش من اعاده الهيكله ديالو. شكرا معكم لاراس اونفو مع المكان حي جنان بيضاوة بمدينه العرائش.